আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মা اسمুক? اسمي রিদওয়ানুল খবীর। هل انت طالب جديد؟ نعم انا طالب جديد وانت؟ انا طالب قديم. لماذا التحقت في هذه المدرسه؟ لتعلم القران والحديث والعقيده الصحيحه. ما هي العقيده يا اخي؟ العقيده لغه ماخوذ من العقل وهو الربط والشد بقوه. وفي الاصطلاح الايمان الجازم بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. ما هي اهميه العقيده الصحيحه؟ العقيده الصحيحه هي اصل دين الاسلام وهو الربط، هي اصل دين الاسلام ولا تقبل لاعمال بدونها. يا اخي هل تعلم اين الله؟ نعم، الله على العرش استوى كما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. قل لي يا اخي، هل الايمان يزيد وينقص؟ نعم، الايمان يزيد وينقص كما قال تعالى واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. من اين ناخذ العقيده الصحيحه يا اخي؟ من القران والسنه الصحيحه. جزاك الله خيرا. شكرا، الى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله.